أنا الشاعر العربي، وصفت امرأة راقية أبية، لم يولد قبلي إنسان بجرأتي، لا بعصري ولا في عصر الجاهلية، فتجاوزت أحرفي في وصفها الأحرف الأبجدية، وزلزلت الأرض بكلماتي، وأطلقت لقلم الحرية، هي نكهة الصباح ومن خديها تفوح رائحة القهوة الزكية، امرأة ريفية لرنة خلخالها سحر معزوفة موسيقية، حضرية بهيبتها ووقارها، ملكة بطلتها البهية، شخصيتها مرموقة واثقة الخطوات، فهي رمز للجاذبية، خفيفة الظل في مجلسها، كلامها حكم ومعان إنسانية، لبريق عينيها صفاء يشع ذكاء ومفهومية، حواء سبحان من خلقها كلفحة برد في ليال صيفية، فهي نقطة ضعفنا، لولاها لما كان لوجودنا أهمية، امرأة سلبت قلوبا وأسرت ما لم تأسره الجيوش العالمية، عذرا إن أطلت الكلام، فهذه صفات امرأة لا تحتاج للهوية، صح لسان من قال وراء كل رجل عظيم امرأة، لا شك أنها العربية.